أعرب الرئيس السيسي عن تعازيه للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قائد صالح. وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحتي بموقعي فيسبوك وتويتر إن صالح شخصية جديرة بالاحترام والتقدير لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر ولدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة.